الاسره السلوي اللي هي الحلول. يعني الحلول ذكر واحد الاقتصاد في السياق، يعني واش كاين شي افكار اكثر عند كان الاقتصاد في السياق وذكر سميتها ديك القضيه ديال هندسه المياه. يعني كاين هندسه المياه كتسبب السياق بين حلول افكار اكثر، هذا هو المطلوب. اما الحمد لله ما تقدروش نتقدموا في الاساسيه. هذا سؤال واحد. والسؤال الثاني كيبقى ديالي، باغي نعرف ان ربما انت ستذكر بلا تهدرت. عندي واحد السؤال بالنسبه لهذاك واحد تهدرت، هو ملي كنقربوا حول الجزائر طنجه كنسمعوا انها منطقه معروفه بالريح، ما بالك الجاي واش هذاك عنده علاقه بالتغيرات المناخيه؟